مرحبا، بدي احكي عن لا في احدى الاكسرسايزز كانوا طالبين انه نقرا المعلومات، فبدل ما انه نفوت المعلومات باسلوب انه مثلا انه تقول له لليوزر فوت لي اياهم، انه انبوت بدل ما تستعمل الانبوت، فقلت ليش ما نستعمل من خلال الفايل. اللي بيستعمل جوبيتر كتير بينبسط، لأنه مثلا لحظة بتعمل هذا، أو بغض النظر عن جوبيتر مين ما كان عم يستعمل باي شارم ولا شو ما كان، بدك تعمل تكست فايل، أحلى شيء وأنضف شيء واحد يعمل تكست فايل، هو مثل داتا بيز صغيرة يعني، بس هي طبعا شغلة بسيطة كتير. فهن علامات التلاميذ، لأنه عندنا 6 تلاميذ وهول هن علاماتهم، أوكي علاماتهم على 20 مثلا. فبكل بساطة بتعمل بتفوت بتفوت لل تعمل هذا الفايل، هذا بسموه كان فايل ديسكريبتور او شيء هيك، المهم انه هو فايل، ومن الفايل تستعمل مبدئيا اف دوت ريد لاين، هي بالاصل هي هيك، ولكن في عندنا بس اف دوت ريد لاين بتقراها سطر سطر. يعني مثلا اذا انا بقول له هاتا تنسويها، تعال نحطها هون print مثلا read line، ومرة تانية تعال نكررها مثلا، فهون هن 18. هلا بنزل سطر لأنه read line كمان من ضمنه بينزل سطر، بعتقد إذا مثلا هلا نحن كمان عم نقراها هون، عم نستعمله read. هلا كيف عم يقراها، باينري ولا اسكي؟ بصراحة ما كتير تعمقت بالموضوع، بس بعرف انه فينا نميز بيناتهم. على كل الاحوال اذا بدنا، بس هو هون عم ينزل سطر بسببها، هو لانه يعني هي اذا بتقول له الريد لاين لحاله هو بيعملها مثل بيطبعها، ف اكزاكتلي فهيدي هي، فهي 4 مع نزلة السطر، هيدي باك سلاش ان انه بينزل سطر، لانه اللاين بكامله هون انا كنت نازل سطر، انا كابس انتر هون، فمشان هيك بينزل سطر. والبرنت بتنزل سطر تاني كمان. على كل الاحوال هلا اذا بتقول له مثلا انت نزلة السطر بعود بشيله ما بيهتم فيها، تعال نقول له انت هيك على الحل، اوكي تمام. فهذه هي الفكرة، بس ما حنستعمل الريد لاين، حنستعمل هذه فور اكس هنا. فلا انترنالي هو اتريتور، ف وكيف بيعرف كيف بيفرق بين اتريشن واتريشن؟ لو هو هون عم بيفرق بيناتهم والله اعلم، على اساس كمان الباك سلاش ان نزلت السطر اللي كنا عاملينه هون، بيبين كان سطر وسطر. اقول ان هاي الريزلت هيك عم تصير، وفينا نستغل الموضوع يعني بلا طول سيره. والكلوز شغله منيحه طبعا، لو في طرق افضل لواحد يسكر ويفتح ويستعمل with statement وهيك، او try و accept او شيء هيك، بس اذا عم نشتغل ب closed environment يعني بين احنا بين بعض وهيك، وهي الفايل قاعد حدنا وهيك، ف اكيد حيفتح واكيد حيسكر وكل شيء طبيعي حيكون. وهيك بضع لك اياهم تكون كثير مبسوط فيهم. هذا كل شيء.